هل تجوز صلاة الجمعة بأربعة أشخاص؟ لا مانع من ذلك، وليس هناك حديث ثابت في الإلزام بأربعين شخصا لصلاة الجمعة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة باثنى عشر شخصا لما انفض عنه القوم لما جاءت تجارة من الشام. قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.